لمناقشة تردي الأوضاع في الموصل معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين، بداية مرحبا بك. مفوضية حقوق الإنسان تحدثت عن انتهاكات وإجراءات تعسفية في الموصل، لماذا برأيك تستمر الحكومة بذات النهج الذي بدأته حكومات ما بعد الاحتلال؟ السبب الرئيس أنه الحكومات ما بعد الاحتلال اعتمدت على النهج الطائفي، وهذا النهج هو الذي سوف يدمر العراق أو يدمر ما تبقى من العراق عموما، لأنه العراق بلد متعدد المكونات ومتعدد الأعراق ومتعدد المذاهب، فكيف لحكومة تعتمد نهجا طائفيا في إدارة شأن الدولة؟ هذا هو أس المشكلة، ومن الصعب جدا أن نضع أي حلول جانبية ترقيعية ما لم نأتي بحكومة وطنية تتبنى المشروع الوطني وتعتمد مبدأ المواطن في إدارة الدولة. نواب عنينا وأكدوا يعني أن آلية سلامة الموقف الأمني يعني تستهدف كرامة أهالي نينوى، ما سبب هذه يعني هناك شعور بأن المواطنين مستهدفون في كرامتهم بسبب هذه الآلية. يعني ما سبب هذه السطوة الأمنية والتنكيل بأهالي نينوى؟ لأنه كما قلت لك السبب هو سبب إدارة الدولة الطائفية، لأنه هناك استهداف لهوية نينوى ولثقافة نينوى ولفكر وعقيدة أهالي نينوى. المشكلة في الإدارة الطائفية التي اعتمدتها الدولة. معلوم أن نينوى تمثل العمق السني والمكون السني، وهي أكبر مدينة سنية في العراق. اليوم عندما تسيطر عليها ميليشيات طائفية، كيف ستكون النتيجة؟ لابد من قمع، ولابد من اغتصاب، ولابد من سلب الحريات وانتهاك للحرمات. كل هذا هو غير مفاجئ بالنسبة لنا، لأنه إدارة الدولة اعتمدت على الأسس الطائفية، وخاصة مع المكونات الأخرى التي تعتبرها وفق مبدأها الطائفي بأنها هي معادية لها. كيف نتعامل مع دولة تعتمد على قضية جنائية أو قضية مشكلة تاريخية حدثت قبل 1400 عام، واليوم تريد تثأر من نينوى وصلاح الدين والأنبار؟ كيف بهذا المنطق نتعامل مع الدولة؟ هذا المنطق غريب جدا. فيما يخص يعني موضوع النازحين أو ملف النازحين، يعني نواب عنينا وقالوا أيضا أن الحكومة لم تهيئ مستلزمات العودة للنازحين، يعني من المسؤول عن إعادة النازحين وما سبب تركهم هكذا ليلاقوا مصيرهم؟ يعني أكيد السبب هي الحكومة المركزية أولا، ثم الحكومة المحلية في عدم إعادة النازحين. اليوم كيف يعود النازحين وبيوتهم مهدمة وما زالت الجثث تحت الأنقاض في مناطقهم السكنية؟ كيف يعودون؟ وكيف اليوم المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي غضت الطرف عن كل هذه الجرائم، كيف سيعود النازحين؟ لابد من تهيئة الأرض لعودة النازحين من خلال مساعدتهم في إعادة بناء مدنهم المدمرة وبالبنية التحتية للمدينة، وتعويضهم بشكل منصف آنذاك. يمكن أن يعود النازحين جميعهم إلى بلدهم، وهم جميعهم حريصين على عودتهم إلى بلدهم والمساهمة في بناء وتطوير. فيما يخص موضوع العبارة يعني التي تسببت بإزهاق أرواح العشرات من أبناء المدينة، يعني ألم تكن 6 أشهر كافية لتقديم المتورطين فيها إلى القضاء؟ في موضوع العبارة أحب أن أتكلم، لأنه سمعت التقرير معكم جيدا. اليوم يراد قضية العبارة أن تكون قضية عشائرية، وعلينا أن نقول ما يلي: لا يمكن أن تكون العشيرة هي المرجع السياسي والقضائي والأمني للمواطن في أي دولة كانت، إلا أن تكون الدولة أضعف من القبيلة وأقل مستوى فكرا وتنظيما من القبيلة. القبيلة ما هي إلا مرجعا اجتماعيا تقدم للدولة أفرادها للمساهمة في بناء الدولة، وليست هي مرجعا أمنيا وسياسيا. اليوم يراد لهذه القضية التسويف، ومن ثم تبرئة هؤلاء الجنات الذين قاموا بفعل بجريمة كبرى استهدفت أكثر من 270 مواطن دون أن يشار إلى أنه حتى المواطنين لا يعلمون أين مصير الجنات. هل هم طلقاء؟ هل هم في السجون؟ هل هم تعرضوا إلى محاكمة؟ الحقيقة أنه يراد تسويف لهذه القضية، وللأسف الشديد أنها سوف تسوف كما أشار تقريركم. نشكرك شكرا جزيلا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي.